برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني ابارك لك يا كابتن هيثم، وطبعا ابارك لكل ضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه اليوم، الكابتن سيف سمير. كابتن سيف طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومبروك ان مباراه اليوم، ويعني اداء النهارده طبعا متميز، اداء عالي منك ومن جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. الحمد لله النهارده كان شكلنا كويس. النهارده انا كنا مركزين، يعني مركزين من الدور الثاني كله تقريبا. احنا متفقين ان شاء الله ان يعني يبقى 7-7 زي يعني الماتشات، نعوض اللي احنا عملناه يعني في الدور الاولاني. فربنا كرمنا بالنهارده، ولسه بقى خطوه الاتحاد باذن الله. كابتن سيف، يمكن شفنا في الكوارتر الاولاني اداء لاعبي النادي الاهلي كان اداء قوي، اداء متميز، ولكن الاداء تراجع شويه في الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، ولكن قدرتوا ان انتوا تحسموا اللقاء لصالحكم. دي حقيقه. احنا في الكوارتر الاولاني يمكن الناس الكابتن هيثم وكابتن اسلام يفهموا، يعني احنا في الاول كنا بنجري كتير، جرينا تقريبا الشوط الاولاني كله كنا بنجري، حتى جايبين 28 بونت كله ران. فيمكن الشوط الثاني الاداء هدي شويه، تعبنا شويه، بس رجعنا استعدنا تاني قوتنا وبس، وعدينا تاني يعني. بس نقدر نقول مع رجوع المصابين حاله الفريق الى حد ما يعني طبعا مستقره. يمكن فوزكم النهارده على النادي سبورتنج حافز طبعا كبير ليكم قبل مباراه الاتحاد السكندري، وهي المباراه الاخيره في الدور الثاني من بطوله الدوري. ان شاء الله يعني ماتش النهارده كان مهم كمان، لان احنا احتمال كبير نلعبهم في دور الثمانيه، فحاجه مهمه ان احنا نفسيا يعني نبقى عاليين، لان هم كسبونا في الدور الاولاني. ماتش الاتحاد برضو من ماتش مهم برضو، لان احنا يعني ان شاء الله نعدي الدور الثمانيه، وهن احتمال كبير نقابل الاتحاد برضو في دور الاربعه. فماتشات دي كلها تحصيل حاصل، بس هي مهمه يعني، مهمه نفسيا لينا. احنا بدانا نعلى، بدأنا نستعيد ثقتنا في نفسنا، حتى يعني تقريبا كل الفريق بقى بدأ يعني يرجع لمستواه شوية. بس وربنا يسهل بقى في اللي جاي بإذن الله. بس كده يا كابتن سيف، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. شكرا. شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم مباراة اليوم، كابتن سيف سمير، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. سلا حامد مراسلتنا من أرض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا.